وقع سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى مذكرة تفاهم مع سعادة المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل ممثلا عن معهد الدراسات القضائية والقانونية. وتأتي هذه المذكرة بهدف تعزيز وتدعيم أواصر التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعلومات ورفد العاملين في كلا الجانبين بالخبرات في المجال القانوني والعمل البرلماني، حيث ترمي بنود مذكرة التفاهم إلى إنجاز العديد من الأبحاث وإجراء الدراسات المتخصصة وإقامة ورش العمل والدورات التدريبية التي تسهم في استمرار التطور والبناء الذي تسعى لتحقيقه كل المؤسسات بالشكل الذي يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ويضمن الارتقاء بالعمل التشريعي والقانوني والبحثي، ويعزز من نوعية الكفاءات والمهارات التي من الواجب أن تتوفر في منتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى. وفي ذات السياق أطلع العصفور سعادة المستشار بوعلاي على المكتبة البرلمانية بالمجلس وما تحتويه من كتب ومراجع ومؤلفات في مختلف المجالات، مبينا لسعادته الخدمات التي تقدمها المكتبة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس ومنتسبي الأمانة العامة والدور الذي تلعبه في توفير المعلومات وتعزيز الثقافة.